طرحنا مجموعة من المشروعات من ضمنها مشروعات للأسر المنتجة، وقدم لنا أفكار كبيرة جدا لدعم الأسر المنتجة ومشروعات تشغيل الخريجين وتقليل العطالة والبطالة من خلال منتجات بتنتجها جياد مثل المطابخ المتحركة والمغسلة، مغسلة السيارات. تحدث كثيرا جدا عن الأساسات المكتبية اللي كان في تقديره أنه مفروض تكون سودانية 100%، ونحن في جياد قدمنا حلول كبيرة جدا من خلال شركة جياد للأساسات والمعدات الطبية اللي بتكون بإنتاج كافة الأساس المدرسي والمنزلي والطبي وأنواع الأساسات المختلفة. أيضا في حلول الآليات الزراعية، بعد الزيارة كان معه وزير الزراعة، إن شاء الله حنقدم فيها حلول كبيرة جدا. اتفقنا أنه نكون متواصلين لإنفاذ هذه المشروعات التي تدر على توفر على البلاد عائد كبير جدا من العملات الحرة، وننتج منتج سوداني بجودة عالية جدا كما اشتهرت جياد دائما.